سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حنتحدث عن الحجر النبوية بشكل مختصر، ولكن أردنا نتحدث بشكل كبير يأخذ وقت طويل جدا، لأنه حقيقة فوجئنا كثرة البعض في السنابات وشوشوا على الناس. البعض يقول دخلت الحجرة وشاهدت القبر النبوي الشريف، وهذا كله كذب ودجل وغير صحيح. هو دخول داخل المقصورة، داخل الشبك. الآن عندك المدرسة أو الجامعة فيها سور، هل إذا دخلت سور المدرسة أو سور الجامعة معناها دخلت الفصول ودخلت الإدارة؟ هذه نفس الطريقة، هو دخول داخل المقصورة ليس الحجرة نفسها، وبينك وبين القبر النبوي الشريف جدارين مغلقة، هذا الثالث الشبك. فحندخل ونشوف الحقيقة من الداخل بشكل واضح جدا جدا. فطبعا بداية في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع آله وصحبه أجمعين، حينما طبعا بدأ بناية المسجد النبوي، فعرض المسجد النبوي كما قال الدكتور تنيضل حفظه الله، لأنها كانت ليتيمين من أيتام بني النجار، وهم سهل وسهيل أبناء عمرو بن رافع بن ثعلبة من بني النجار، كان يكفلهم الصحابي أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فلما بركت ناقة عليه الصلاة والسلام في هذا الموقع قال هذا إن شاء الله المنزل، فأراد اليتيمين أن يتبرعوا بهذا الموقع، ولكنه عليه الصلاة والسلام فعلى آله وصحبه أجمعين رفض ذلك، وأراد مبايعة بحقه بقيمته. دفع الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيمة هذه الأرض من ماله الخاص، واشتراها بعشر دنانير من الذهب، فله الفضل العظيم في شراء أرض المسجد النبوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويعتبر المسجد النبوي أول وقف بالإسلام، وهو وقف لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. المساحة كانت 60 ذراع 70 ذراع 30 35 متر، مساحة كاملة كانت 1050 متر بداية التأسيس. فبدأوا بعملية تنظيف الموقع، لأنه في رواية عند البخاري رحمه الله كان في بعض الخراب وبعض القبور وبعض النخيل، فنظف الموقع وبدأوا بتأسيس. فنزلوا بالأساسات تقريبا حوالي 3 أذرع متر ونصف، وبدأوا بوضع الحجارة أساسات والجدران من الطين اللبن والأعمدة من جذوع النخل والأسقف من جريد النخل، فاستمروا بالبناء تقريبا حوالي 7 أشهر. المسجد كانت قبلته إلى بيت المقدس، فكانت في أرض جوار المسجد من الجهة الشرقية، هذه الأرض للحارثة ابن نعمان الخزرجي رضي الله عنه، فتبرع بها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كي يبني سكنة لزوجاته أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبنى عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين في مؤخرة جوار المسجد من الجهة الجنوبية الشرقية حجرة لعائشة رضي الله عنها، وشرقا عنها حجرة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، والبعض يقول أنها شمال حجرة عائشة رضي الله عنها. فاستمروا بالصلاة إلى بيت المقدس. طبعا الحجرات كانت من جريد النخل وعليها مسوح الشعر، ثم بعد ذلك الحجرة مساحتها تقريبا 7 ذراع ب10 ذراع، 3.5 متر ب5 متر تقريبا. فاستمروا بالصلاة إلى بيت المقدس كما ثبت عند البخاري رحمه الله 17 شهرا، وعند مسلم رحمه الله 16 شهرا. فتحولت القبلة لبيت الله الحرام، فأغلق الباب الجنوبي وفتح باب من الجهة الشمالية، فأصبحت الحجرات في مقدمة جوار المسجد، بعد ما كانت في المؤخرة فأصبحت في المقدمة. بقي الوضع على هذا حتى طبعا بعد ذلك، لا نريد أن ندخل في قضية التوسعات، ولكن للحجرة توفي عليه الصلاة والسلام، وفاته خارج المسجد في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. حنشاهد الآن نحاول تقديمها بشكل كبير جدا. فوفاته عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين خارج المسجد في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الركن الجنوب الغربي للحجرة. على سرير خشبي متواضع. فبعد ذلك طبعا هنشاهد الآن. وعن شاهد عن التوسعات. طبعا هذه صور مكذوبة وغير صحيحة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المشكلة اللي فوجئنا فيها أنه البعض معلقها بالمنازل مثل هذه الصور.
فهذا الصورة شوف مكتوب تحت هذا هو ما لم يشاهده سوى واحد من عشرة. شو بيكبر الكذبة؟ واحد من 10% من المسلمين حول العالم كله. هذا قبر أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام من الداخل. العاقل اللي ينظر للصورة هذه يسأل سؤال واحد، إذا هذا قبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأين قبر أبو بكر وعمر رضي الله عنه؟ فالمقصد هو كل المادة، المقصد هو كل الضحك والدجل على أبناء المسلمين. فهذه الصورة طبعا لجلال الدين بن الرومي في ترك، أديب فارس مدفون في ترك. شوف الصورة اللي بعدها وهي أدهى وأمر. شوف أنت دخلت الروضة، هل أمام المنبر بالشكل هذا فوجئت صعقت زوار أتونا للمعرض عدد كبير جدا، أن أحدهم قال يا أستاذ هذه الصورة تباع عندنا $30 و$40 أمريكي ومعلقة بالمنازل خارج المملكة. فهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا في فلسطين في الخليل. شو الصورة اللي بعدها أيضا في تركيا. شوف الصورة هذه من جلال الدين بن الروم، وهذا أيضا السلطان أحمد في تركيا. انظر ماذا كتب فوق. فهذه مشكلة كبيرة جدا، فلا بد الحقيقة تتضح، وحتى إيش يكون الإنسان على بينة. هذه الحجرة كما قلنا 3.5 × 5 متر، ثم بعد ذلك كما قلنا بالشكل هذا. فتوفي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين في الركن الجنوب الغربي لحجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على سرير خشبي متواضع. فالصحابة رضوان الله عليهم الصدمة كانت قوية جدا، والبعض منهم لم يصدق أنه قد توفي. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حضر مسرعا ودخل إلى حجرة بنت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فوجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مغطى مسجع على سرير خشب متواضع، فرفع الغطاء عن وجهه الشريف فداه أبي وأمي والناس أجمعين، وقبل جبينه الطاهر وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، الموت التي كتبها الله لك فقد متها. ثم غطاه عليه الصلاة والسلام ودخل رضي الله عنه إلى المسجد. الصحابة بالمسجد أصواتهم مرتفعة، فأشار إليهم بالهدوء وصعد إلى المنبر وقال كلمته الشهيرة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآيات التي في سورة آل عمران، الآيات استشهد بها واستدل بها أبو بكر رضي الله عنه، وهي نزلت في غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ورواية أنه تلا الآية التي في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية: هي في كتاب الله؟ قال: نعم. فخر عمر صاعقا. ثم بعد ذلك عرف الصحابة رضوان الله عليهم فغسل عليه الصلاة والسلام. الذين غسلوا عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه، والفضل بن عباس رضي الله عنه، وقثم بن العباس رضي الله عنه، وشقران مولى الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وأسامة ابن زيد رضي الله عنه، ويقال أيضا أوس بن خولي الأنصاري. ثم بعد ذلك كفن بثلاث ثياب يمانية سحورية، ثم صلي عليه عليه الصلاة والسلام فردا فردا بدون إمام. فبدأ الرجال ثم النساء ثم الصبيان، احتاروا في قضية الدفن، هل يكون الدفن في البقيع؟ فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبر، ورواية: ما توفي نبي إلا ودفن مكان ما توفي. فأوعد السرير وحفر في موقع هذا السرير، والقبر لحد نزولا ثم الدخول إلى الداخل. فالوجه الشريف عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين جهة القبلة، والرأس الشريف جهة الروضة، والقدمين الشريفتين جهة البقيع. القبر رملة حصبة حمراء مسنمة كالقبور اللي موجودة بالبقيع. ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ما كان لها منزل إلا هذا المنزل، فكانت تسكن في نفس الحجرة، وقبر رسول عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة، فوضعت ستارة بينها وبين القبر النبوي الشريف. ثم بعد ذلك طبعا هنا سؤال يطرح نفسه لجميع المسلمين في الوقت الحاضر: لماذا الصحابة رضوان الله عليهم احتاروا في قضية الدفن؟ لماذا واحد منهم لم يقل ندفنه في المسجد كما يعمل الآن خارج المملكة؟ لماذا واحد منهم؟ هؤلاء أفقه الناس بدين الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أفضل أولياء الله الصالحين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا واحد منهم؟ لماذا أبو بكر رضي الله عنه؟ لماذا علي رضي الله عنه؟ طيب لماذا فاطمة رضي الله عنه ما قالت هذا والدي ندفنه في المسجد كما يعمل الآن بالعالم الإسلام؟ إلا إذا شيء واحد، إلا إذا هم ما فقهوا الدين ونحن بعد 1000 سنة فقهنا الدين. فهذه المصيبة العظيمة جدا. طيب
طيب لماذا واحد منهم لم نقل ندفنه في المسجد؟ ما السبب؟ ما السر؟ السبب كما روى البخاري ومسلم أنه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين بخمسة أيام في مرضه الذي توفي منه قالت له أم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين: يا رسول الله، لقد شاهدنا بالحبشة حينما هاجروا إلى الحبشة أنهم في الحبشة أهل الكتاب يهود ونصارى في كنيسة اسمها ماريا يدفنون صالحيهم في المساجد ويجعلون صورهم في المساجد. فقال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم أصبح يغمى عليه من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، وإذا أفاق رفع غطاء وجهه الشريف وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعرف الصحابة رضوان الله عليهم أن مسألة الدفن في المسجد هذه انتهوا منها، هذه خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هنا المسألة دي استبعدوها فاحتاروا هل يكون في البقيع. ثم لو كان الدفن في المساجد جائزا، لماذا عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء ويدفنه في المسجد النبوي؟ لو كان الأمر جائز وفيه أجر عظيم الدفن في بيوت الله، لماذا لما دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام بفراق ابنه إبراهيم لماذا دفنه في البقيع؟ طب لماذا لم يدفنه في المسجد؟ لو كان الأمر جائز الدفن في المسجد، لماذا لما توفي بنان رقية وزينب وأم كلثوم رضوان الله عليهم جميعا لماذا عليه الصلاة والسلام لم يدفنه في المسجد؟ ولماذا لما توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، طب لماذا لم يدفنها في المسجد؟ لماذا دفنها في البقيع؟ ثم الحجة الكبيرة وقاسمة الظهر لهذا الموضوع سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا الصحابي رضي الله عنه سيد الأوس أصيب في معركة الأحزاب في غزوة الخندق، فعمل له الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين خيمة في وسط المسجد النبوي، مستشفى يطبب بها، فكانت القائمة على هذه المستشفى أول طبيبة بالإسلام وهي رفيدة الأنصارية رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: طببوه عند رفيدة. ثم بعد ذلك طلب بني قريظة أن يكون الحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: أحضر سعدا من المسجد فأحضر على بغله، وحكم في بني قريظة. ثم رد إلى خيمته في المسجد، فأتى بعد صلاة الظهر جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، من الذي مات عندكم اليوم؟ لقد اهتز عرش الرحمن بوفاته. صحابي عمره 36 أو 37 سنة، معاش بالإسلام إلى 6 سنوات تقريبا. من هذا الحديث فائدة: الأولى أن جبريل أمين الوحي سيد الملائكة لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لأجابه، علم الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فماذا عمل عليه الصلاة والسلام؟ ذهب مسرعا ومعه الصحابة رضوان الله عليهم إلى خيمة سعد رضي الله عنه في وسط المسجد، فوجد الدماء تسيل من داخل الخيمة، انفجار الجرح ووفاة سعد رضي الله عنه سيد الأوس في وسط المسجد النبوي. ماذا عمل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسرعوا به قبل أن تسرع الملائكة به. وشيع سعد رضي الله عنه إلى البقيع، الذين شيعوه من الملائكة أكثر من الصحابة، أكثر من 70,000 ملك الذين شيعوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: لقد نزلت ملائكة من السماء أول مرة تنزل إلى الأرض لتشيع جنازة سعد رضي الله عنه، وكان على رأس المشيعين الرسول عليه الصلاة والسلام. من شدة الزحام كان عليه الصلاة والسلام يمشي على رؤوس أصابع رجول، ودفن سعد رضي الله عنه في البقيع ولا يعرف قبره بالبقيع. لو كان الأمر جائز الدفن في بيوت الله، أليس من باب أولى هذا الصحابي يدفن في المسجد؟ إلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من ذلك ما فقه ذلك، ثم يخرج أستاذ دكتور يقول يجوز الدفن في المساجد حجة في الآية التي في سورة الكهف، وهل هذه الآية ما نزلت على الرسول؟ وهل هي نزلت على الأستاذ الدكتور وفقيها وما نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما فقهوها الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهذه من الإشكالات اللي حقيقة أحببنا توضيحها. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
قبل وفاته أوصى بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام، ودفن جوار رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فتقدمت الستارة بالأمام، فكانت تسكن بهذه المسافة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك جدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجرة لعائشة رضي الله عنها وبناها لها من الطين اللبن. ثم طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن عائشة رضي الله عنها فأذنت بذلك وبنت جدار من الطين بينها وبين القبور. فكانت تسكن بمسافة 72 سنتي في 5 متر تقريبا مع الحوش الخارجي. ثم بعد ذلك توفيت عائشة رضي الله عنها عام 58 هجرية، فأغلق باب الحجرة، لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. إلى الآن الحجرات خارج المسجد من الجهة الشرقية. فبعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل له الوليد بن عبد الملك في عام 88 هجرية بعد وفاة جميع أمهات المؤمنين، فأصبح الناس أبواب الحجرات كانت خالية الحجرات، فكانوا يدخلوا في صلاة الجمعة يزدحموا ويدخلوا داخل الحجرات. فطلب منه التفاوض والتوسع من الجهة الشرقية، بعد مفاوضات وافقوا، أزال عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميع الحجرات إلا حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فتصدع جدار الشرق الحجرة وسقط، فأعاد بناء الحجرة وبناها بالشكل هذا، بناها من الحجارة السوداء مربعة الشكل مشابه حجارة الكعبة المشرفة. جدار سماكته من جميع الجهات 73 سنتي إلا المنطقة الشرقية 63 سنتي تقريبا. ثم بعد ذلك سقف الحجرة بخشب الساج بالشكل هذا. ثم بعد ذلك حماية للحجرة بنى جدار آخر، وهو هذا الجدار خماسي الشكل من نفس الحجارة، وارتفاعه تقريبا 6 متر وربع، وأغلقه من جميع الجهات، والحجرة مغلقة والجدار الخماسي مغلق. فانتهوا من العمل 91 هجرية. من 91 هجرية لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة إلا بعد تقريبا 790 سنة. فحصل تصدع في الجدار في الركن الشمالي الشرقي هنا، فشوهد أن الجدار الشرقي مائل على الجدار الخارجي، فاجتمع الوالي والعلماء في الروضة وقرروا إعادة بناء جدارين. فتح الجدار الأول وفتح الجدار الثاني، طبعا فتحت من الجهة اللي هي الشرقية والجهة الشمالية، وانكشفت الحجرة من الداخل. فكانت الفتحة طبعا في الركن، بالركن هذا من هنا وهذا من جهة هذه، ولكن فتحت الحجرة من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية، فانكشفت الحجرة من الداخل. هذا أول دخول للحجرة بعد أكثر من 790 سنة. فكان من ضمن اللجنة التي دخلت إلى الداخل أحد علماء المدينة، وهو صاحب كتاب وفاء الوفاء، نور الدين بن علي السمهودي رحمه الله، المتوفى 911 هجرية. يقول رحمه الله: أولا الحجرة ليس لها باب ولا أثر باب. ثانيا مسك أرضية الحجرة بيده، قال: رملة حصبة ندية ليس لها غبار. ثم ثالثا يقول أن القبور لا يكاد يرى تسنيمها إلا قليلا هابطا مع الزمن. ثم يقول أن مستوى أرض الحجرة ينزل عن مستوى أرض المسجد بمسافة ذراع ونص 60 سنتي. السبب لأن الحجرة مغلق والجدار مغلق، فالزيادة خارجية. لكن نرجع قبل هذا الزمان اللي هو المتوكل. المتوكل في عام 247 هجرية لبس هذا الجدار بالرخام بطول تقريبا حوالي متر. نشوف الآن طبعا بالشكل هذا بطول متر. ثم بعد ذلك أتى المقتفي في 548 هجرية زاد بالرخام مترين. ثم حصل بعد ذلك في العهد المملوكي اللي قلنا فتح جدارين بالشكل هذا، فتح بالجهة هذه بالركن هذا، ففتح الجدار من الجهة الشرقية حجرة ومن الجهة الشمالية، وانكشفت الحجرة من الداخل. ثم يقول السمودي رحمه الله أن مساحة الحجرة 7 ذراع ب10 ذراع، يعني 3.5 متر بخمسة متر. ثم أغلقت الحجرة من نفس الحجارة، أغلقت وبنيت من نفس الحجارة، لكن لصق الجدارين من الجهة الشرقية، شوف بالشكل هذا، ومن الجهة الجنوبية. فأصبحت طبعا شوف سماكة الجدار تقريبا حوالي من هنا متر 72 سنتي، وهنا متر 82 سنتي، ومتر 36 سنتي، وهنا تقريبا زي ما هو الجدار 73 سنتي، ولكن من هنا زاد بالشكل هذا، شوف هنا بحوالي متر و36 سنتي. ثم بعد ذلك الجدار كامل من الجهة الركن اللي هو 63 سنتي سماكة الجدار. ثم شالوا السقف الخشب،
وضعوا مكان السقف الخشب قبة بالشكل هذا. هذه القبة جوع من الجهة الشرقية وطبعا من الحجر الأسود وكملت بالحجر الأبيض وهي من الخشب، وارتفاعها تقريبا حوالي 18 ذراع تقريبا 8.5-9 متر تقريبا. ثم لبسوا هذا الجدار بالرخام بطول 3 متر من جميع الجهات. طبعا بدأوا الهدم في تقريبا حوالي 14 شعبان، وبدأوا العمل في 27 شعبان 881، وانتهوا في 7 شوال 881، وأغلق الجدارين ب 7 شوال 881. من 7 شوال 881 إلى يومنا الحاضر لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة. دخول أي رئيس دولة أو ملك أو مسؤول أو كموظفين في الرئاسة داخل المقصور، وحنشوف الآن وندخل الآن بالشكل الحقيقي. شوف الآن أنت دخولك كزائر من باب السلام وخروجك من باب البقيع. شوف الآن هذا الباب يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. فهذا الشبك طبعا قبله كان فيه موجود شبك خشب. أول من وضع المقصورة والشبك هو ركن الدين الظاهر بيبرس حينما أتى زائرا للمدينة في عام 600 تقريبا 67 هجرية، وجد مخالفات شرعية حوالين الجدار لأن الناس كانوا يسلموا جوار الجدار، فقام ببناء شبك خشب درب زين له 3 أبواب ارتفاعه 3.5 متر تقريبا. ثم بقي الشبك الخشبي في ذاك الوقت إلى حدوث الحريق الثاني للمسجد في 886، فأتى عليه الحريق الثاني على الشبك الخشبي اللي وضعه الظاهر بيبرس، وصنع هذا الشبك الموجود الآن في مصر في 887، وأرسل عن طريق ينبع للمدينة، ووضع في 888 مكتوب من الجهة الغربية أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايد باي 888-1483 ميلادي. فهذا الشبك له عدد من الأبواب. الباب اللي هنا الشرقي يسمى باب السيدة فاطمة لأنه محاذاة لحجرة السيدة فاطمة رضي الله عنها. ثم باب من الجهة القبلية يسمى باب التو، وبابا من الجهة طبعا الغربية يسمى باب الوفود جوار اسطوانة الوفود، وبابا من الجهة الجنوبية الشمالية وهذا يسمى باب التهجد، وهذا وضع في 724 هجرية. ثم بعد ذلك طبعا يفتح الباب الآن. شوف الآن بالنسبة للدخول بالشكل هذا، دخول أي مسؤول أو رئيس دولة، أرضية رخام طبعا على يسارك موجود محراب، وهذا المحراب من العهد المملوكي، شوف الكتابة والخط مملوكي والآيات بالشكل هذا. طبعا المحراب هذا في موقع حجرة فاطمة رضي الله عنها، فسموه محراب السيدة فاطمة رضي الله عنها. حندخل مع الباب الثاني من هنا، الروضة خلف الشبك هذا، لكن شوف ايش خلف المحراب. خلف المحراب صندوق خشب، وهذا الصندوق كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تأتي من السلاطين العثمانيين وأمهاتهم للحجرة النبوية. فهذا طبعا داخل صناديق صغيرة، فهذا الصندوق طبعا يسمى صندوق أو سرير السيدة فاطمة. فالبعض يتخيل من الصورة هذه أن هذا قبر السيدة فاطمة رضي الله عنها، لا، قبر السيدة فاطمة رضي الله عنها في البقيع. فهذه طبعا بالنسبة للصندوق هذا مع آخر حكام العثمانيين عمر فخري باشا عام 1336 هجرية، أخذ جميع المحتويات وبالقطار إلى تركيا. طبعا شوف هنا ندخل مع الباب الآخر اللي هو هذا، احنا جينا من الجهة الشمالية ثم دخلنا إلى الغرب والروضة بالمنطقة هذه والجهة الذهبية، وهذا الجدار اللي بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا هنا موجود صندوق خشب، هذا الصندوق قديم من العهد العثماني يسمى صندوق الصندل، كان يعجن فيه طيب الصندل ويطيب الموقع بطيب الصندل مع العنبر والورد، ولكن هذا وقت الكنيس من الداخل يخرج الصندوق ويتم الكنيس ثم إدخاله وتغطيته بالستار، لأنه لو أظهرنا الصندوق حيشوفه واحد من برا يقول شفت صندوق الرسول، مشكلة كبيرة جدا، حيصوروا وحيعلقوا بالمنزل وشوف اللي بيحدث. فالمشكلة نفس الخطأ اللي وقع فيه النصارى هو الآن شغال بالمسلمين اللي هي العاطفة، وإذا خرجت العاطفة عن طريق الصحيح لأنه الزيادة أخت النقصان، هذه مشكلة كبيرة جدا، والغلو هذه مصيبة عظيمة جدا. فهذه الستارة كان قبلها ستارة، طبعا هذه الستارة جددها الملك فهد رحمه الله
عام 1405 هجرية حضر الإخوان مصنع الكسوة ومعهم الشيخ عبد الرحيم أمين رحمه الله خطاط الكسوة وأخذوا المقاسات ورجعوا مكة ونستوها ونزلوا القديم عهد الملك عبد العزيز وركبوا القديمة في عام 1400 طبعا ركبوا الجديدة في عام 1406 قديمة موجودة في مصنع الكسوة في مكة لكن أول من كسى هذا الجدار يقال هي الخيزران والدة هارون الرشيد ورواية أخرى أحد وزراء المماليك وهو أبو الهيجاء هذا بالنسبة للواقع طبعا عندنا هنا 4.5 متر للروضة داخل الشبك فلاحظ هنا غبار شايفين الغبار هذا يكنس طبعا ويزال ويتلف من قبل لجنة فهذه بالنسبة للمواجهة الشريفة شوف المواجهة الشريفة أنت إذا جيت زائر تسلم من هنا رؤساء الدول وكموظفين يسلموا من هنا أنت تسلم من الخارج وهم يسلموا من الداخل أنت ما تشوف شيء وهم ما يشوف شيء لكن اللي فوجئنا وصعقنا فيه ناس متعلمة يعني ظن أنه هذه الدوائر هي القبور يقول أنا شفت لما كنا في الجنادرية جوني بعد قال لي والله أنا دخلت مع الأمير فلان وأنا دخلت مع الرئيس فلان والقبر شفته قلت يا رجل وش شفت يا رجل أكيد لي شو شفت قال لي أبوي شفت هذه الدوائر هذا قلت يا ابن الحلال هذه علامات هذه علامات وضعت قديما لما كان عدد الزوار قليل اللي يجي يقول له شوف الدائرة الأولى حدود السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام الثانية حدود السلام على أبو بكر رضي الله عنه الثالثة حدود السلام على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فهذه الدوائر علامات لما زادوا الزوار حطوه على نفس الستار فتجد من الداخل هنا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام هنا السلام على أبو بكر رضي الله عنه هنا السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثروا الزوار صارت إيش من الخارج فالمسافة من الشبك إلى القبر النبوي الشريف تقريبا حوالي 7.25 متر فهذه بالنسبة يعني أنت تسلم من الخارج ويسلم من الداخل لاحظ اللوحة الفضية هذه اللوحة الفضية هذه أهداها السلطان أحمد الأول عام 1026 هجرية كتب بدايتها رحمه الله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ثم آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ثم آية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم دعاء ثم اسم السلطان إلى جده السادس تقريبا فهذه بالنسبة للواقع والواقع من الداخل لكن كثير من الزوار وكثير من المسلمين يقول يا أخي العزيز ليه ما تريحونا وتريحوا المسلمين هدوا الجدار وخلونا نشوف قبره عليه الصلاة والسلام ريحونا يا أخي وخلونا نشوف الحقيقة هدوا الجدار وشيلوا الشبك وخلونا نشوف القبر ما الحكمة من ذلك إنك ما تستطيع رؤية قبر لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لو كان القبر أمام الناس ما الذي سوف يحدث خلال يوم يومين القبر غير موجود كل التراب مسفوف وحتشوف الرجال فوق النساء وحتشوف القتل والقتيل وحتشوف شيء لا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى فالله حما عليه الصلاة والسلام حيا وميتا وهو عليه الصلاة والسلام والله لو كان حيا الآن بيننا لا يرضى أن ندعوه من دون الله ولو كان حي بيننا والله لا يرضى أن نسجد له من دون الله ولو كان حي بيننا لا يرضى أن نستعين بغير الله فهو الذي أدبنا وربانا عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا سألت فاسأل وإذا استعنت فاستعن بالله فما الله أرسل الأنبياء والرسل إلا حتى يعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى فالله ما خلق الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الجن ولا الإنس ولا السماوات ولا الأرض إلا له هو وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه بالنسبة للحقيقة الوضع من الداخل لكن أنتهي من هذا وأرجو أني قد أني يمكن أطلت عليكم أرجو آسف على الإطالة.